عمي كبير هو اللي دار ليا هكا، راه دار ليا ديدي في بيبي ديالي. السبيطار لقيت صدمه القويه فعلا، نيت انتوش ديجيتال بالصبع، ولكن بهذيك الطريقه اللي درتي للدريه راه حشومه عليك، دمر لي مستقبل بنتي. انا حياتي ضايعه وضيعتها هي هاد البنت، ماشي دريه تغصب في سميتها وكنيتها من عند باها وما تاخذش حتى حقها اللي تغتصبات. المشكل كيفاش وقع وليدي، انا كنت بغيت نتحول، كنت ساكنه في حي الفرح وكنت بغيت نتحول، لقيت واحد السكينه في كالوجيرا، وهاد السيد هذا ولد الجيران ولد الدربنه، ما كتجمع بيني وبينه حتى شي علاقه باش الناس يعرفوا هاد المساله. العلاقه اللي بيني وبين هاد السيد هو انه ولد جيراننا، يعني كل نهار كتشوفيه في الدار في المخرج نتقدى نتلاقى معاه، وكيزاول واحد المهنه ديال انه كيقول هو سمسار، كان كيقلب لي على الكره. وانا مني ما لقاش لي داكشي اللي بغيت في ديك البلاصه اللي انا فيه كنت كنسكن في حي فرح، طلعت قلبت في كالوجيرا، ومني لقيت السكنه تلاقيتو قلت له راه انا لقيت اخويا السكنه، الله يحفظك اخويا فلان، الله يخلي لك بنياتك. فعلا نيت قال لي انت اختي خديجه، مني تبغي الهوندا قوليها ليا، مني تبغي الهوندا قوليها ليا، راه غادي نجيب لك الهوندا، وراه مول الهوندا راه غادي يتعامل معك بثمن كيف ما تعامل معايا انا، راه عطيتو غير 100 درهم بحكم الجائحة. وكان ديك الساعة يلاه الوباء كاين، كلشي الناس خايفين منه وكلشي الناس دايرين بحسابه، راكم عارفين التحوال كيفاش دايروا، بنادم يدو بوحدها. جا عندي وقال لي غتخلصيني، قلت لي راه غنخلصك الله يحفظك وشكرا بزاف انك غتعاونني. فعلا نيت عيطت ليه وجا عندي، مني بغيت نتحول لهاد المحل الجديد هز معايا الفراش، عيط لواحد الوليد اخر كان معاه، وهذاك مول الهوندا، مول الهوندا ما طلعش عندي لقيت اللي كانوا كيهزوا، هزوا الفراش وتحولنا لكالوجيرا، وهزوا الفراش من الهوندا وطلعوا للدار اللي في كالوجيرا في البروميان. مولات الدار قالت لي ما تلصقيش البارابول في السطح، كاينه بلاصه في الشرجم خاصك تلصقي في الشرجم. انا كدينا مع الدروكري قلت له صيفط ليا مول البارابول بكري، لحيتاش كان الحجر الصحي والخمسة ونص كلشي كيسد، قلت انا نركب البارابول، حطينا الحوايج نركب البارابول صافي، نشعل الدريه التلفازه وتبقى تلعب حدايا بلا ما رتبت حويجاتي بشويه بشويه. بالفعل وليدي جامو البارابول هبطت عنده، شاف منين غادي يركب البارابول ديالو كلشي، الدريه كتلعب في وسط الدار، الدار في البروميان كتلعب. ما تخيلتش انا غادي يوقع هذا المشكل، هذا المشكل اللي تسبب لي في بزاف الحوايج في حياتي ما تخيلتوش غادي يوقع او غادي يكون في حياتي. واخا انا كنت من نوع الناس اللي كانوا كيخافوا على ولادهم بزاف، ديك اللعبه كتخاف على ولادك كتخاف من هذا المشكل هو اللي طحت فيه. بالفعل ولدي هبطت عند مول البارابول، احتاج للسلوم، بقينا واقفين عند الباب لتحت، ما نكذبش عليك ماشي بزاف ديال الوقت، هربت ليه الدريه في الدروج، هذيك الوقيته اللي هربت ليه في الدريه في الدروج هو كان معاه، انا ما ديتش ما جبت، يعني انا في البروميان الباب محلول الفراش محطوط الرحيل كيتهز تحط تما، ما يمكنش غادي الانسان يدير شي حاجه بحال هذه. فعلا نيت داكشي كنت خايفه منه هو اللي وقع. فهذيك الوقيته اللي هربت لي الدريه في الدروج ما قالت لي حتى شي حاجه، سولتها قالت لي ماما حتى شي واحد ما قرب لي البيبي ديالي، هذيك الكلمه ديال حتى شي واحد ما قرب لي البيبي ديالي بقات لي انا في دماغي، ما بغاتش تحيد لي من دماغي. بالفعل ما عمرت راسي بها، ولكن شكيت وطلعت الدريه قدامي وبانت لي واحد الحركه في حوايجها ماشي حتى لي، وصلت حتى للكوزينه وكنسول فيها وكيدور حدايا، الدريه كتشوف فيه وكتشوف فيه وكتقول لي ماما لا ما كاين والو، ماما لا ماما حتى واحد ما قرب ليا، وانا نقول عدو بالله مشيت الراجيم ما يمكنش، حيت كنا وكلنا كاينين، ما يمكنش انسان قاعد تعطي نفسه وعدو كل اللي عنده البنات، ما نظنش انا زعما. فعلا نيت في العشيه كمل خلصته ومشى بحالاته، خلصت الناس كلشي مشى، بقيت انا وبنتي في الدار، بنتي باقا صغيره هذيك الساعه باقا ما كملاتش 4 سنين، باقا لها شي 3 شهور تكملها. دوشت ليها راك عارف مع الجائحه وهذا، دوشت لبنتي قبل من انا ما دوشت ما والو، دوشت لبنتي مقاريج ديال الماء غسلت ليها ولبستها وبركتها، الدريه من لقيت اللي دار لها وكاك
وهي تبدلات، ما بقاتش بنتي اللي كنعرف نشيط او كتلعب ولا عارفه راك مديونه فيها شي حاجه اللي هي خايبه. حتى انا من النهار اللي عقلت على راسي بنتي كتكبر كنقول لها عندك، حيت انا عارفه الحيوانات موجودين اللي ما كيخافوش من الله، واللي كتوقع اللي كتوصل بهم لحد انهم يوصلوا للدراري الصغار وياديوهم. هذيك الوقيته اللي دوشت لبنتي وبركتها كولي لوجين كولي لوجين بغاش تاكل، انا مجموعه عليا الصاله بركت صليت باركه، هي باركه قدامي الدريه كتبان لي ماشي تالي. صليت وساليت الصاله ديالي، هذيك الوقيته اللي ساليت الصاله بقيت سارحه مع بنتي، بقيت كنشوف المنظر يعني واش الدريه فعلا، كنقول مع نفسي مال الدريه مكونه بحال ما هكا، مال الدريه. قلت لها لوجين مالك، قولي لي يا بنتي مالك، قولي لي اشنو واقع. قالت لي ماما والو. قلت لها قولي لي يا بنتي انا مزوقه فيك، واش عمك دار لك شي حاجه؟ واش عمك فلان دار لك شي حاجه؟ بقات كتشوف فيا. قولي لي يا لوجين، حسيت بلي كاينه شي حاجه اللي بنتي بغات توصلها ليا. قلت لها انا غدا غنمشي للبحر، ما ديكش معايا، ما قلتيش ليا. وراكم عارفين الدراري الصغار فعلا نيت. قلت لي ماما نقول لكم ما تضربينيش، بدات كتبكي. صافي صدمة ملي قالت لي ماما نقول لك، قالت لي كلشي داكشي اللي كاين. قالت لي راه عمي فلان اللي كان لابس الغوزي لابس السروال، وعيت انايا بقيت كنبدل ليه فيهم، واش اللي لابس الشورط، واش داك اللي يدير نضادر لا. قالت لي ماما لا، عمي يدير كاسكيط، عمي كبير هو اللي دار لي هكا، راه دار لي يدي في بيبي ديالي. قلت لها واش حيد سروالو بنيتي؟ قالت لي لا ماما ما حيدوش. برد شويه بديك الكلمه ديال لا ما حيدوش، ولكن بهذيك الطريقه اللي درتي للدريه راه حشومه عليك، دمر لي مستقبل بنتي. نكون انا خايبه تنعيا، ولكن الدريه ماشي ذنبها باش يتعدى على الانسان ويضيع عليها حياته. انا حياتي ضايعه وضيعتها هي هاد البنت، ما من حقوش يضيع لي بنتي. دخت وليدي وكنت كنهضر مع واحد السيده في التليفون ابل فيديو، كنقول لها شوفي لوجين، شوفي اشنو واقع. هانتي ولات كتقولي تبتي راسك. صونيت عليه في التليفون ما جاوبنيش، مع ثلاثه تقريبا نقول لك جوج ونص، نقول لك ثلاثه، نقول لك تنصوني ما كيجاوبنيش. مني ما جاوبنيش انا في الصباح نط، اصلا انا ما نعستش الدريه. حدي بنتي ديك الوقيته اللي عاودت لي حسيت بالدريه شويه بردات، قلت لها شوفي نعسي اميمتي وغدا ان شاء الله غادي يحن الله. فعلا نيت فقت الصباح وليدي، مشيت لمنورشت، مشيت للسبيطار اللي هما اللي غادي يمكن يعطوني شي حاجه اللي غادي تديرني. ولكن ملي مشيت للسبيطار لقيت صدمه القويه فعلا، نيت انتوش ديجيتال بالصبع. الحمد لله البكر ديالها ما تقاستش غير التوشات، ولكن انا راه توجيت في الصميم ديال الاعماق ديال قلبي. ما عندكش ما واخا نقول لك تنعيا انا مرضتش، ورا من ورا بنتي راه بنيات، من ورا لوجين راه اللي جينا نشوفو في النهار شحال من لوجين كتخسر او كتكرفص او كتغتصب. الحمد لله صافي ومشيت للكوميساريه. ملي عطاوني هذيك الشهاده الطبيه عطاو لي شهاده طبيه شرعيه من عند الطب الشرعي الاطباء، وليت كنقول انا بالناقص كاع من هذيك الشهاده الطبيه على قوله الله اكبر. ولاو كيقولوا لي غتشدي هاد الشهاده الطبيه وغتمشي عند البوليس، ولا غنعيطوا لك البوليس هنايا. فعلا نيت مشيت عند البوليس خرجوا معايا البوليس الشرطه الله يجازيهم بخير. الامن ديالنا ملي كيكونوا عندك اثباتات راه ما كيكون صافي حتى شي حاجه، ما كتوقف قدام الاثباتات. ما نقولش لك حالتي كي كانت، ورا من داك النهار وانا هكا من دار لدار. يلا استقريت دابا حمدت الله وشكرته شويه، ما غاديش نكر الجميل ديال الله سبحانه وتعالى، هو انني استقريت مع بنيتي فهاد السكينه بسبب هذا المشكل ديال بنتي. لحيتاش انا بقيت كنرد لخاطري بزاف، ناشدت عباد الله باش يعاونوني. البلايصه اللي كنت كنخدم فيها راه هي حي الفرح، كندبر على طرفه الخبز ديالي، ما بقيتش كنهبط لي لحيتاش خفت، حيتاش ولاو تهديدات كيوصلوني، ولا المعيور ولا السبان خرجوا بالدعايه عليا، خرجوا عليا بالتشهير. شي كيقول قمه الفسق، شي كيقول لك ضارب الحبس، شي كيقول لك هذيك الدري ما عندها شباها، شي كيقول لك شبكاره كنتي كتبركي في الزنقه. هادشي كله ماشي مبرر باش هذيك الدريه تشد، واخا نكون انا خايبه ما عندكش حق تشد الدريه تكرفص عليها.
الانسان يدير الدري هذا حق ديال الطفله ماشي ديالي انا. انا كون اغتصبني راه ما سوقت حتى واحد فيا، انا راه كبيره والله ما نكذب عليك وليدي، شي طيحه في الدروج وتموت كاع، ولكن ما يكونش اغتصاب، حيت الاغتصاب انا ضرني في خاطري، مرت وعييت، عييت لحيتاش الحقره. كاين اللي كيقول لك راه درتي هادشي بالعاني باش تطلبي بنتك، وانا علاش غنطلب بلوجين وانا 17 عام وانا في الزنقه، وانتم كتعرفوني انا 17 عام وانا في الزنقه، علاش غنطلب بلوجين؟ علاش غندير لوجين باش نطلب بها لوجين؟ ملي كانت في كرشي كنت كنبات في الزنقه، وكانوا ولاد الدرب هما اللي كيديروا معايا المزيان، حتى طلعني ولد جيراننا اللي طلعني بركت معاه حتى ولدت. لكن من وصلت القضيه ان بنتي تغتصب، خويا انا ما قديتش، يكفي مغتصبك الحياه ومغتصبك الدنيا، لا حياه اللي ما تنادي، لا خلصه، لا سينيسيس، لا يدك لا يخليك، مجتمع ما كيرحمش. انا وحده من بنات هذا المجتمع، مصيري في الدنيا، عندي وليداتي كنخدم عليهم. الملف البارح كانت اول جلسة اللي انا حضرت فيها انا وبنتي، اللي غنتاكد فيها ان بنتي مرضات، هنا فين تاكدت بلي لوجين مرضات نفسيا. الدري ملي دخلت المحكمة وهي خايفة، دخلت حيت لوجين تعالجتش نفسيا، ما شافها حتى شي طبيب نفساني تابع لشي جمعية ولا حتى شي حد ما شافها. ما غاديش نكذب عليك، انا اللي مني كلشي، مني الاب ومني الام ومني الحقرة ومني كلشي، عييت هذا الله، ودابا مرضت من رجليا، مرضت من رجليا. هاد العام هذا لوجين ما استفدتش حتى من المدرسة، ما قراتش حيتاش التحقيق النفسية ديالها صعيبة، ولا بغيت نخرج نقلب على طريف ديال الخبز ما كاينش غيجي بيا من المدرسة، كنضطر نخليها في الدار ونسورت ونمشي نقلب على رزقي ليا ربعة جوطية من هنا من هنا باش نجيب داك الطريف ديال الخبز. كاينين ولاد الخير وكاينين بنات الخير، عاونوني وقفوا معايا من هاد المنبر، أنا كنشكرهم كاملين حيتاش وقفوا معايا. واش كطالبي دابا؟ كنطالب بحق بنتي أنايا اللي كنطالب بيه، ماشي درية تغصب في سميتها وكنيتها من عند باها وما تاخذش حتى حقها اللي تغتصبات، حيت باها كاع ما عقل عليها من هذا المنبر، ما حطاش حتى في حالة المدنية، ومن وقع لها المشكل زاد كمل، زاد وخلاها، ما بقاش حتى داك الشيء اللي كان كيعاوني به اللي قسم الله، كان على الأقل في داك الشهر كيعطيك ديك 20 ولا 10 ولا هذا، كتعاون بها خويا شوية، ما بقاش، زاد بحالاته.